توقعات الجمعة الموافق 7 أبريل 7 نيسان 7/4/2023. كل الأشخاص اللي حوالينا النهاردة يوم الجمعة بيحاولوا يقدموا لنا أفضل ما عندهم، كل الأقارب، كل الأصحاب، كل حتى الزملاء وكل زملائنا في الشغل هيدور دايما عن الإيجابيات اللي احنا بنحلم إننا نلاقيها في كل علاقتنا مع الأشخاص دول. هنحاول نكون النهاردة علاقة حلوة مميزة في يومنا ده، لأن يوم الجمعة يعتبر يوم ديناميكي واضح جدا، في تركيز على حدث معين هيبتدي يحصل لفترة طويلة جدا، وده موضوع مش مرغوب فيه في الفترة دي. هنتفاجئ النهاردة بصراع هيبقى بيثيره شخص حوالينا بشكل متعمد أكتر. هنتجنب إننا نظهر أي غيرة عندنا ونوضح كل علاقات الحب اللي بتبقى لينا، بنسبة كبيرة جدا هتبتدي تصلح الوضع في حياتك. ويوم الجمعة ممكن يكون فيه شوية صعوبات، لكن انت قدها وقدود، مفيش حاجة تصعب عليك، هتعرف تنجز كل مهماتك المهمة بشكل سهل جدا ومتتالي. هتبتدي تنجز حاجات تانية كتير مختلفة في حياتك مش بس الشغل، مش هتبقى مهمة بشكل كبير، لكن هنبتدي نشوف انك مش بتضيع اي وقت خالص، وبتبتدي تبتكر كل شوية حاجة جديدة. كل ده هيعمل ليك فرح واضح ليك، وده هيسبب ليك اخبار حلوة هتجيلك فيها تجربة ممكن تبقى متعلقة بحياتك الشخصية، فخليك حذر اكتر علشان تفرح في اليوم ده. يوم الجمعة يعتبر في حدث عاطفي كبير هيحصل لينا، هيبقى بيتعلق بطريقة ما بامرأة في يومنا ده. هنبتدي نناقش ايه اللي هيحصل فيه. كل الاشخاص اللي حوالينا النهاردة طول اليوم يعتبروا قريبين مننا بشكل واضح، لكن مش هتكون بس النهاردة افضل حالتنا، خاصة الجسدية والعقلية اللي بنبقى بنمر بيها، لكن ممكن نشتغل اكتر على نفسنا وعلى ثقتنا في نفسنا بشكل عام. هيجي لنا النهارده في تطور سريع لكل الاحداث اللي عندنا، وكل مستوياتنا الشخصيه والاجتماعيه هتبقى منغمسه بشكل واضح في كتير من المشاعر والحالات المزاجيه اللي بنبقى بنمر بيها في الفتره دي. ممكن نفوت حاجات كتيره، وببساطه النهارده بنصحك انك ما تتلفش اعصابك من خلال التفاصيل دي. علاقتك النهاردة هتبقى حلوة مع شاب من أسرتك أو من أصحابك، هتطلب إنك يبقى واضح بس في كل الحاجات اللي بيقولها ليك، وعلشان تبقى شروطكم واضحة والاتفاقات اللي انتوا بتقوموا بيها سليمة ومثالية بالنسبة للطرفين، عشان ما يكونش في أي سبب يحصل من خلاله سوء تفاهم أو حتى شك ممكن تبقى عندك النهاردة، نزاعات في يومك انت مش جاهز ليها اساسا عاطفيا هتبتدي تنشأ في الزواج او حتى في الحب، فخليك حذر اكتر علشان ما تتطورش بعد كده لتفاصيل انت ممكن تبقى مش حاببها. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو، لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا بعمله.